زي ما انتم شايفين اكيد التصوير ورا في الكاميرا قديش احنا صرنا سنين من عانمنا مش احنا ابائنا كمان واحنا تطرطناها عنهم ان نكون ساكنين هنا ونكون بحد هالمكره الصحيه هاي المكره الصحيه زي ما انتم شايفين طبعا المجاري تنزل عليها وهذا اشي غريب جدا انك انت عايش بهالعصر هذا في مجاري اليوم تنمد بختم من المسؤولين انها تكب المجاري تبعتهم للمساكن الجديده اللي صارت هناك من وفوق وتكب المجاري كلياتها في الواد هذا. الواد من فتره طويله واحنا بنطالب انه يغيروا في الجسر في يعملوا لنا مجاري يعملوا صور سور استنادي ما لا حياه لمن تنادي، احنا بدناش ننتقدهم ولا بدنا نأنب حدا بس احنا بدنا حقنا ان نكون كناس نعيش في هالبلد هاي على الاقل اولادنا يتربوا في طريقه صح في المنطقه هاي. من تقريبا شهر ثلاثه باشروا في مشروع الجسر وهذا الجسر تقريبا عمره تقريبا صار له بيجي شهرين او ثلاثه هم وعدونا او حكينا احنا معهم قالوا ثلاث اسابيع اربع اسابيع نفس الشيء ما بعرف انا مش مهندس بس كثير باشراف المهندس اللي هو المسؤول اعترف انه في اخطاء في الجسر هاي وهي الاخطاء ما بعرف كيف بدهم يتداركوها وكيف بدهم يسووها والله لو بدي احكي لك عن المعاناه يعني المفروض الصوره تكفي يعني شو ما بدي احكي عن المعاناه يعني بيكون تعبيري قليل عليها بصراحه يعني بس احنا بصراحه يعني الواحد صار صار شكله الموضوع تبع المنطقه وتبع الحاره هذه موضوع ممل حس حال الواحد كانه كثير رخيص يعني بصراحه يعني صرنا حاكين في هالموضوع ما خلينا لا بلديه ولا خلينا مجلس بلدي لا خلينا منتخبين ولا اللي بدهم ينتخبوا الا حكينا معهم واجوا والكل يوعد والكل يحكي يا جماعة الخير احنا مش من بلد تاني احنا من طول كرم هاي المدينة طول كرم وهاي المنطقة في طول كرم ولعلمكم يعني هاي بجوز الاراضي اللي في هذه المنطقة من اغلى اراضي من مدينة طول كرم مش لهالدرجة يعني الاشي مش لهالدرجة يعني التهميش الواحد بطل يعرف يحكي يعني هذا المشروع نحن طالبنا احنا في وقت من الاوقات لانه كان جسر على عرض 3 متر يعني في حال لو صارت اي, اي ازمه ما بتقدرش لا سيارة دفاع مدني ولا اسعاف بيقدر يوصلنا اجوا عملوا لنا جسر بس هذا الجسر اللي بتتفرج عليه او اذا صورته أنتوا وشفته يعني صار له تقريبا هي داخلين في الشهر الخامس والله لو انه يعني مشروع عماره يعني كان صارت قربت تخلص مشروع جسر يعني مش معقول بيشتغلوا يوم بعطلوا اسبوع انا بصراحه مش عارف مين المسؤول اللي ممكن انه يتوجه ويتفرج على الحاره هاي جينا احنا والمهندسين ووعدونا خير انه يعملوا الجسر والشارع هذا من هون من اوله لاخره يعني مش هالمشروع الكبير انا شفت مشاريع تاني في البلد احدث من هاي المنطقه يعني عملوا شوارع وعملوا ارتدادات وعملوا ارصفه بصراحه يعني مش عارف يعني شكلنا هالقد يا جماعه الخير احنا يعني اقل من غيرنا احنا هذه المعاناه من عانيها من سنين مركت طبعا غير غير مشكلة الجسر صرنا ثلاث شهور من فيه هي في مشكلة كبيرة برضو من من قديم الزمان يعني صرنا من هون من 76 ساكنين والفيضانات بجوز اجى ابو ثلاث فيضانات علينا هاد كان في سور وهون سور وهون سور كله هذا انهد المي وصلت متر ونص جوه الدار فبنسمع انه في مشروع اسمه مشروع وادي الزومر مدعوم من المانيا ولحد الان ما عملوا لناش ولا شيء فهمت علي فمش عارف لمين نتوجه مش عارف لمين يوصلنا صوتنا لانه هاي مشكله كبيره فهمت علي ولازم ينهولنا اياها هذا الواد المفروض يكون مسكر عملوا مجاري خارجيه قالوا بدنا نحول كل مية المجاري خارجيه هاي بس لمية المطر هسه تفاجئنا هذيك الدور مدوا مجاري هون هي الحاره اللي فوق بتكب هون والريحه بالليل لو تيجي تشموا الريحه فهمت علي؟ غير خط مي للناس تشرب منه تطلع ماشي من مية المجاري ما في حدا بيجي يسأل ما في حدا بيجي يشرف على الموضوع المهم يأخذوا سعر رخيص بيعملوا مناقصة وبيأخذوا بسعر رخيص مش مهم وانت يخلص إن شاء الله بعد سنة المهم ما يدفعوش مصاري كثير وهذا اللي بقدر أقوله وأوصله يعني